التشوهات الخلقية خلل بنيوي يحدث في أحد أعضاء الجسم أو أكثر منذ الولادة، ونظراً لتطور الطب الذي يشهده العالم اليوم أصبح علاج هذه التشوهات أو التخفيف من حدتها أمراً ممكناً. لنتابع مشاهدين قصة أنس. التشوهات الخلقية هي شذوذ وظيفي أو بنيوي يتطور أثناء الحياة داخل الرحم، ويتم تحديد شذوذ الخلق قبل الولادة أو عند الولادة أو لاحقاً في مرحلة الطفولة. بكلمات مؤثرة تتحدث إلينا أم أنس عن تفاصيل مؤلمة مرت بها، وعن صدمة لم تتجاوز آثارها النفسية إلى حد الآن، ولكن شاء الله ما قدر فعل. عنده 11 سنة مع هذا المرض تاعو. المرض تاعو وليدي هو أنه تزاد بالتشوه خلقي، مع الأول ما كانش كامل على بالي، حتى النهار اللي زاد فيها، كي زاد فيها شفنا حاجة النورمال. مع الأول تخلعته كامل، وبعد بنت لي الطب كيما نقولوا بسطوها لي، ما قالوليش باللي حاجه كبيره وكامل ويسحق عمليه وكذا وكذا. شوكيت انا مع الاول صح، كي شفت وليدك باسكو اول حاله في العائله سواء تاع باباه ولا تاعنا. وجهونا عطاونا ثلاث بريات، قالوا لنا يا البيار يا مصطفى باشا يا بلفور، وليتكم توبيرا في اقرب وقت ممكن. لوبيراسيون تاعو الاولى على اساس يدخلوا له، هو زاد المرض تاعو هي لافيسي حاشاكم، جات فوق الصره ديالو. توجهنا للبيار، قالوا لنا تما كاين سيسي مليح تاع دراري صغار كامل، توجهنا لتما. درنا له العمليه الاولى الحمد لله سهلت لنا وكامل، درنا له نجحت 85% الحمد لله، باسكو هذه لوبيراسيون تاعو معقده بالبزاف. واش قالنا الطبيب تاعو؟ قالنا على 5 سنين نزيدوا لوبيراسيون دوزيام، فيها طهاره وفيها كيما نقولوا الاستيتيك. على اساس هكاك ريحنا 5 سنين، وكيف كيف وليدي يلبس حفاضات، كان يروح يقرا بالحفاضات لحد الساعه. بعد كي درنا له لوبيراسيون تاعو الدوزيام، دار له العمليه تاعو كامل، خرج بعد بالفشل ماشي ناجحه. في نفس العام دار الاولى في مارس، الدوزيام في افريل، هذه كي ولا في عمره 5 سنين، زاد الدوزيام تاعو في 5 سنين في نفس العام، قصدي مارس افريل، كي عاودها كيف باءت بالفشل. زاد قلنا دوه العام الجاي زيدو رجعوه، كيف زدنا رجعناه، زاد طروازيام اوبيراسيون كيف باءت بالفشل. وشنو الطبيب تاعو ما كانش يحكي لي، ما كانش يفهم فيا باللي هذه لوبيراسيون تاعو كومبليكي ومعقده، ما كانش كامل في بلادنا. انس اليوم يبلغ من العمر 11 عاما، يدرك جيدا معنى المرض وتداعياته السلبيه في المجتمع، ورغم وجود الدعم والمسانده من طرف العائله الا انس بدا يدخل في حاله نفسيه معقده قد تجره لاحقاً إلى مراحل خطيرة. هو كي كان صغير الحق ما تلقيتش مع صعوبة، ما زال في مرحلة أنه يلبس الحفاضات عادي، حتى وصل وين بدأ يقرأ لي في تحضيري. معليش ثاني قدرت نسيطر على الموضوع عادي، واحد ما شافه، بصح دوكا كي كبر لقيت بزاف صعوبة. مام كاين هنا في الحومة كاين اليوم على بالهم، صدقيني غير خطرات يعيروش، حال ما خطر ما يحبش يخرج برا، يقول لي فلان يقول لي كلي هكا، فلان يقول لي هكا. وتراجع بزاف الدراسة، تراجع كان الحمد لله سنة أولى سنة ثانية ثالثة كان ما شاء الله. وبعدها بدا يتراجع لي، ديته عند بسيكولوج تبعته، قلت لي المرض تاعو راه يأثر عليه، قلت لي باش إنسان هكا راه في عمره 8 سنين 9 سنين يا وي راح يقرا لك هكاك، تحية ليه سمعتي. قلت لي يعني ما شاء الله، هو الحمد لله ولا غير ما شاء الله متفهم، شحال من خطره نفهم ونقول له مادام تهكبتي لك ربي يحبك ربي يسمى، وان شاء الله في يوم من الايام تبرع وكذا. الحمد لله زرع في نفسه الامل في نفسي قبل ما في نفسه الحمد لله. بصح دوكا كي كبر صدقيني سختو كي نشوفه في الليل ساعه ما يركضش، والله العظيم اليوم الجمعه غريباتي الدور. بينما الأم تحاول أن تخفي وجعاً دام لسنوات، لكن من الصعب ذلك عندما يكون الأمر متعلقاً
بحياتي ومستقبل ابنها. الحمد لله، والحمد لله على كل حال، الحمد لله على بالي بلي ابتلاء من عند ربي سبحانه، والحمد لله راني راضية 100%. وانا انس بالنسبة لي نعمة، نعمة الحمد لله. بصح كي تشوف وليدي هكا يعاني، مادام كاين امل راني حابة الناس يعاونوني في اقرب وقت، باسكو الطفل راه يكبر، راه يمسحوني بزاف طبا، قالوا لي راكي روطار روطار فوق اللازم. ام على بالك واش تحس من جيت ولادها، لو كان تقدر تملك الدنيا تعطيها له، سورتو كي تشوفي هكا وليدك يعاني، ماذا بك يكون كيما هو كيما باقي الاطفال. الحمد لله انا قلت لهم صح يلبس حفاظات ويقرا بهم، الحمد لله يمشي يفهم يقرا، الحمد لله يشوف حاله من حاله. بصح مادام كاين امل وامل كبير ان شاء الله، وانا كأم باش نشوف هكا وليدي يوميا يعاني قدامي، صدقوني بالله راني نموت ألف موتة في اليوم، نموت ألف موتة باش نشوف وليدي هكا يلبس الحفاظات ويروح يقرا بيهم. طفل طبيعي ينوض في الصباح يروح يغسل وجهه ويدخل للمرحاض، انا وليدي لا لا، انا وليدي يدوش يوميا ويبدل حويجه يوميا ويروح للمدرسة، وكشغل معاملته كإنسان طبيعي، دايما ما نحسوش بالجانب تاعو تاع المرض باش ما نخليهش يتراجع، باش ما نديرلوش ضغوطاته كامل، نديرو كطفل طبيعي، نعيطو عليه نضربوه. بصح هو في حد ذاته راني نشوف بلي وليدي تغير بزاف، تغير. راني حاب ندير عملية في الخارج باش تنجح لي، خاطرش ما كاينش لنا الجزائر، وراني حاب نوجه نداء باش باش نجمع دراهم ونروح فرنسا ان شاء الله. اخواتي واخواتي في الله، نقول لكم اللي حاب يعاون انس راه وليدكم، يتصل بنا على الرقم التالي 0554-22-87-73، واللي هي كل الثقة باللي راح تعاونونا في اقرب وقت. بارك الله فيكم ويجازيكم كل خير، ولو بالدعاء ادعوا لانس راه وليدكم. يمكن تصحيح العديد من التشوهات الهيكلية بالعلاج المبكر وجراحة الأطفال، وتساعد هذه العلاجات في تقليل شدة العيوب، وقد تحسن نوعية حياة الطفل المصاب، بينما يمكن علاج الكثير منهم إلى حد ما. هي إذن أصوات تعلو وتستغيث تطلب منكم المساعدة، ونذكر دائما أن الهدف من البرنامج تقديم يد المساعدة لمن هم بأمس الحاجة للمساعدة. إلى اللقاء.